بالتأكيد أنه في الأيام الأولى لأحداث غزة بدأت السردية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية المغلوطة مسيطرة بشكل كامل على الفضاء الإعلامي على المستوى العالمي، لا سيما أن هناك في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية من يتعامل تاريخياً بالترويج للدعاية الإعلامية الإسرائيلية. لكن في ظل التطور الحديث في الإعلام، وليس فقط الإعلام التقليدي، أتحدث عن الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي والحقائق التي كانت تبث بالصوت والصورة بشكل واضح عن همجية الاحتلال الإسرائيلي وبشاعة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، بدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا، وبدأ هناك موقف واضح. يعني عندما نشاهد ما يجري اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية من احتجاج طلبات الجامعات، حتى في أروقة دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أعضاء في الحزب الديمقراطي لديهم موقف مغاير لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كتاب وإعلاميين وسياسيين أمريكيين بدأوا يحذروا من الاستسلام للسردية الإسرائيلية المغلوطة فيما يتعلق بما يجري في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية. وهنا السؤال دكتور زيد، ما الذي اختلف يعني إعلاميا بين الأمس واليوم؟ لماذا هزمت يعني ماكينة الدعاية الإسرائيلية التي طالما كانت هذه الماكينة تعمل بشكل جيد خصوصا في تأثيرها على المجتمعات الغربية؟ يعني استطاعت إسرائيل أن تهيمن على الإعلام الغربي عموما والأمريكي بالتحديد لفترة طويلة من الوقت، ولكن بدأ واضحا اليوم أن لا يوجد قوة في العالم مهما بلغت إمكانياتها الإعلامية وترسانتها الإعلامية، لا يوجد لديها القدرة على تضليل الرأي العام وتزوير الحقائق، لأن وضوح الجرائم وبشاعتها، هذه الجرائم التي تبث على الهواء مباشرة، حتى الإعلام الإسرائيلي المنحاز بطبيعة الحال إلى إعلام دولة الاحتلال بدأ يتحدث بوضوح عن ما يجري من مخالفة لكل القواعد الدولية التي لا تحترم حقوق الإنسان، وحتى لا تحترم القواعد الدولية في الحروب التي أقرتها المنظمات الدولية. لذلك أعتقد أن هذا التحول بالضرورة سيحدث نتيجة عدم تمكن آلة الإعلام الإسرائيلي من طمس الحقائق الواضحة. وجود إعلام عربي وإعلام تركي وإعلام عالمي موجود في قطاع غزة، لا نستطيع أن ننكر دور الإعلام الرقمي تحديدا السوشيال ميديا التي كانت تنقل بشاعة الجرائم الإسرائيلية بوضوح للعالم. وبالتالي بالرغم من محاولة التضييق على العديد من وسائل الإعلام العربية والإقليمية والعالمية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحتى ربما امتد هذا الأمر لمحاصرتها من قبل الدول التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الحقيقة لا يمكن إنكارها لأنها واضحة وضوح الشمس، وإسرائيل لم تترك مجالا حتى لأصدقائها الحميمين وحلفائها التاريخيين أن يستمروا في الانحياز إلى سرديتها المغلوطة والمشوشة والتي لا تستند إلى أدنى القواعد والمعايير التي تحكم الإعلام المهني. يعني ما يجري من بشاعة سواء في المستشفيات، في مناطق اللجوء، ما يجري اليوم في رفح وفي جباليا، استهداف المدنيين الآمنين بهذه البشاعة غير المسبوقة، استهداف الطواقم الإغاثة الدولية كما جرى مع العديد من المنظمات الدولية خلال الأسابيع الماضية، تظهر دون أدنى شك أنه لا يستطيع أي محلل موضوعي ومنصف، ليس فقط إذا كان عربي أو مسلم، بل إنسان على هذا الكوكب، أن ينكر حجم البشاعة وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة التضييق على الصوت والصورة ومنع وصول هذه الجرائم البشعة. لذلك يعني نعود إلى سؤالك المركزي، أنه هذا التبدل في الموقف الأوروبي باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعني ربما هذا إذا ما قسنا حجم البشاعة وحجم الجرائم ما يمس قيم الإنسانية، أعتقد أنه ما زال متواضعا. ربما يحتاج العالم موقف أكثر، أولا في وقف هذا العدوان
ومحاولة إعادة الحياة إلى هذه المدينة المنكوبة. جميل. ما يجري في غزة مأساة إنسانية أعتقد أنها ستلطخ صورة البشرية إلى أمد بعيد إذا طيب. لم دكتور وأنت القوى الإنسانية بحق. وأنت تتواجد الآن في منتدى الأردن الإعلامي، هذا المنتدى الذي يجمع عددا كبيرا من الإعلاميين ومن المهتمين بحقل الإعلام من طلاب ومن باحثين أيضا، إلى أي درجة لمست أن هذا الجيل القادم من الإعلاميين الشباب ومن يعملون في حقل الإعلام قادر على حمل هذه المسؤولية بتشكيل دعاية مضادة للدعاية الإسرائيلية التي طالما هيمنت على وسائل الإعلام خصوصا في الغرب؟ يعني تماما، ومن ضمن توصيات أعمال منتدى الأردن الإعلام والاتصال الرقمي التي صدرت قبل قليل ضرورة إعطاء مساحة كبيرة لحضور الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لدحض السردية الإسرائيلية التي بدأت تتحرك بشكل ممنهج خاصة في ظل سيادة الإعلام الرقمي اليوم. لا نستطيع أن ننكر أن الإعلام التقليدي يتراجع أمام الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وبالتالي أعتقد أن الجيل الشاب اليوم في هذا المنتدى كان هناك حضور كبير لطلاب كليات الإعلام في الأردن، وهناك أيضا ضيوف عرب في هذا المجال. هناك إحساس بأهمية هذه الفئة التي تتحرك بأدوات حديثة تناسب ما يجري في العصر الحديث، وبالتالي قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من البشر. بعض المؤثرين لديهم عشرات الملايين، بعض الذين يملكوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها لديهم الملايين الذين يتابعونهم بشكل يومي، وبالتالي هذا يساهم في تقديري. وأعتقد أنه بالعودة إلى ما يجري من عدوان في غزة، أعتقد أن جزءا كبيرا من الصورة التي تم نقلها عبر هذه المنصات بالإضافة إلى دور الإعلام التقليدي على أهميته لا نستطيع أن ننكر دوره، يعني ترك أثرا واضحا في تغيير الرأي العام. المؤثرين الذين تحدثوا بلغة الغرب اليوم، ربما أن في العالم العربي والعالم الإسلامي هناك إيمان مطلق بهمجية الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المهم أن نخاطب العالم الذي يملك أدوات التأثير على القرار الإسرائيلي. وبالتالي الحديث اليوم إلى فئات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا هي التي دعت هذا الحشد الكبير من الطلبة، وهم في عمر هؤلاء المؤثرين، أن يتحركوا باتجاه محاولة تغيير الواقع المأساوي والكارثي في السلطة، مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة بطبيعة الحال.